So thank you for your attention, and now we will start with Mr. Wissam Schwartz. Thank you. صباح الخير بالأول ننتظر لتظبط البرزنتيشن بنصبحكم بالخير بأول شيء ومطلب منكم يعني قد ما في عندكم أسئلة بعدين في استضاحية تسألوها إذا الوقت بيسمح رح التزم أنا بالوقت اللي كان معطى للبرزنتيشن 10 دقايق موضوع كتير مهم لك حنجرب نبسطه بطريقة يكون مفهوم وقبل ما نوصل مثل ما كنا عم نحكي قبل بالأمور المادية والاقتصادية لمنتوج البترول او لدورة اقتصادية تبع البترول رح نحكي شوي عن امور تقنية اللي هي حتكون موضوع المداخلة تبعي اليوم. في عدة امور رح تشملها مداخلتي. اول شيء حنحكي عن مسار الانشطة البترولية، يعني كيف بتم كيف هالبزنس سايكل، كيف هالدورة الاقتصادية بالتنقيب عن النفط بتصير. ثاني شيء ما نحكي شوي أمور تقنية عن الجيولوجيا، شو هي المقومات الرئيسية المفروض تكون موجودة بباطن الأرض ليصير في عنا تكون المواد الهيدروكربونية أو البترولية ومن بعدها يتم الاستكشاف والإنتاج. بعدين في عنا يعني موضوع كتير أساسي اللي هو كيف ننتقل من موارد طبيعية لنقول محتملة إلى احتياطي مثبت، يعني في مسار تقني بدنا نمشي فيه لننتقل من هالموارد البترولية أو الغازية المحتملة لتصير احتياطي مثبت بنقدر نحسب قيمتها الاقتصادية. وبعدين بدنا نحط شوي ضوء على الواقع اللبناني اللي هو منه أسود بموضوع البترول والغاز بالرغم من التأخير اللي عم بيصير، هو موضوع متقدم. نحط شوية أمور تقنية بهالمجال وبعدين ناخد خلاصة للمداخلة. بالأول فينا نحكي عن أول مرحلة هي مرحلة الاستطلاع. مرحلة الاستطلاع بيصير في عنا بالبحر بواخر بتجمع معلومات، هالبواخر هيدي بتعمل مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد، بدتها تقريبا من 2 لـ5 سنين حسب حجم المساحة أو كبر المساحة وحسب الهدف المنوي منها. بعدين في عنا مرحلة الاستكشاف. مرحلة الاستكشاف يعني بتكون مرحلة بدء العمل الفعلي بالتنقيب اللي هو من بعد تحليل كل هالبيانات الموجودة بيصير في عنا نوع من نظرة وين بدنا نحفر أبار ونبلش بالأبار الاستكشافية. هيدي بتتيح مثلا للدولة من بعد أي اكتشاف تجاري يكون عندها مشاركة بهيدي الأنشطة، إن كان بشركة وطنية أو إن كان ب مؤسسة اقتصادية بترعى حق الدولة أو مشاركة الدولة بهالأنشطة البترولية. بيرجع في عنا مرحلة التطوير. مرحلة التطوير هي من بعد ما يصير في اكتشاف عنا تجاري بيصير في حفر أبار لإنتاج هذا البترول أو هالغاز بالإضافة لوضع بنية تحتية أساسية لنقل أو تخزين هذا البترول ومعالجته مشان يصير جاهز للتصدير. هذه المرحلة بتروح بين 3 لـ5 سنوات. وهون فينا نحكي اذا بدنا نسقط هالموضوع على الواقع اللبناني فينا نبلش نحكي عن مداخيل وضرورة انشاء صناديق سيادية لاستقبال هذا المدخول الاقتصادي. بعدين في عنا مرحلة الانتاج. يعني السبيكرز اللي حكيوا قبل حكيوا عن فترات طويلة او قصيرة، هيدي بتروح بين 20 لـ30 سنة اكيد حسب حجم الحقل كبره مخزون اللي فيه الهدف الانتاج السنوي اللي بكون حاطينه من مسبقا، اسواق اللي هي بتستقبل هالغاز او البترول. حسب شو عندنا كل هالمعطيات بنشوف الفترة الزمنية بتكون بين 20 و30 سنة. وبعدين في عندنا الوقف الدائم للتشغيل اللي هو من بعد ما تكون الحقل صار في عدم جدوى اقتصادية لانتاج، يعني الكميات الباقية هي كميات قليلة ما بتقوم بكلفتها او صار في اسباب معينه تسكر هذا الحقل، بيكون في توقيف كامل لهالاشغال الاعمال هيدي بهاي المرحله من 2 لـ3 سنين. هلا تنوصل لموضوع الاساس اللي هو جيولوجيا كيف بتكون هيدي المواد الهيدروكربونيه، كيف تتجمع، كيف بتصير جاهزه اذا عندنا المعدات اللازمه نحفر ابار، كيف بنقدر نكتشف هالمواد. اول شيء في شيء بيقولوا له صخور المصدر او سورس روكس. هيدي الصخور
هي بصير فيها تجمع المواد العضوية، وبتحول هالمواد العضوية مواد عضوية لمواد هيدروكربونية، يعني كربون وهيدروجين. هيدي أول مكون. إذا نطلع على الصورة اللي طلعت عنا، في عنا المنطقة، هاي المنطقة هون، هاي بنسميها سورس روكس، هي المناطق اللي حكيت فيها بتجمعوا هالمواد عبر السنين. هيدي بصير فيها نوع من طبخ لهالمواد العضوية لتصير مواد هيدروكربونية. وهون بهالمنطقة هاي، ترجع نعيد، من هالمنطقة هيدي بصير في عنا أول عملية إذا بدنا تجمع على المواد الهيدروكربونية. أوكي، بيرجع في عنا النقطة الثانية أو المعطى أو المقوم الثاني، هو ضرورة وجود مسارات بتسلكها هالمواد الهيدروكربونية لتظهر من هالصخور المصدر أو السورس روكس إلى مناطق أخرى بتتجمع فيها بمناطق، يعني بهيكليات بستركتور معينة لتكون مضبوطة. هيدي المنطقة عم نحكي عنها هي هالصخور هيدي اللي تجي فوق طبقات السورس روكس أو صخور المصدر، وهيدا الخط الأروز، هيدي الفلاشات هي خط هجرة المواد الهيدروكربونية صعودا أو باتجاهات جانبية لتوصل لمطرح تتجمع فيه. ثالث مقوم ضروري هو وجود صخور تشكل المكمن. المكمن هو هيكل صخري أو ترسبات معينة مسكرة من كل الجهات، مفتوحة من جهة الأسفل وعم بتعبى عبر السنين، ملايين السنين، بالمواد الهيدروكربونية. هيدا الشيء إذا بنشوفه هون بهيدي، هو هالمنطقة هيدي. يعني إذا كان البترول بهالمساحة الكبيرة كلفته كتير عالية ليستخرج والإنتاج، ولما نحكي عن الشيل غاز أو الشيل أويل عم نحكي عن صخور المنبع أو صخور المصدر، هي الصخور هيدي اللي عم بتم فيها التنقيب. بينما إذا جمعت هالبترول أو هالغاز بمنطقة صغيرة اللي هي المكمن أو التراب، هالمنطقة صار أسهل استخراج منها لأنه فيها كميات أكبر وكلفة الاستخراج أقل. في نقطة الثالثة أو الرابعة، هي ضرورة وجود طبقات بخصائص معينة، طبقات جيولوجية اللي بدها تكون تحوي هالمواد الهيدروكربونية. هي منا خزان كبير، هي طبقات ترسبات بتيجي فوق بعضها عبر الملايين السنين، وداخل هالترسبات هيدي بتكون هالمواد الهيدروكربونية إن كانت غازية أو سائلة، مثل المي بالسفنجة إذا بدنا نشبه هيك، يعني بالمسامات تبع الصخور. أوكي، مثل ما قلنا هون بقلب هيدا المكمن بيكون في طبقات موجودة، هاي الطبقات بتحوي هالبترول أو هالغاز داخل مساماتها. نرجع في عنا الطبقة العازلة، هاي الطبقة العازلة أساسية لأنه عم نحكي نحن عن وقت طويل لتكون هالأمور هيدي، عم نحكي عن ملايين السنين، عشرات ملايين السنين أوقات. ضروري يكون في عنا نوع من سيستام أو نظام مغلق منه مفتوح، وإلا هالبترول اللي بيهاجر من الصخور المصدر إذا ما قدر تجمع بمطرح وفي عازل له اللي هو كابروك أو السيل بسموه بالإنجليزي، إذا ما كان هالشي موجود هالبترول حيكفي صعوده أو الغاز لبرا يوصل على الهواء وضيع مع هالسنين هيدي. بقى ضروري يكون في هالصخرة العازلة أو الكابروك أو السيل اللي هو بشكل حاجز طبيعي لتشتت هالمواد الهيدروكربونية. هلأ في عنا من بعد ما حكينا عن المراحل وحكينا عن المقومات الأساسية لوجود، يعني لكيفية استخراج البترول أو الخصائص الجيولوجية، بدنا نحكي شوي عن أول ثلاث مراحل اللي حكينا عنهم، هن الاستطلاع والاستكشاف والتقويم. هودي المراحل من ضمنهم بصير في عنا انتقال من احتياط او موارد بترولية محتملة لاحتياطي مثبت. كيف بتصير العملية او شو الاجراءات المفروض تصير لنوصل للاحتياطي المثبت؟ بالاول مثل ما ذكرنا قبل اذا بتتذكروا، بين سنتين وخمس سنين هي فترة الاستطلاع،
بصير فيها مساحات جيوفيزيائية ثنائية الأبعاد، بصير في تحليل لهذه البيانات، يعني بنعمل دراسات وين معقول نلاقي مكامن معينة. من بعدها بصير في عنا، بصير فينا نقول عن موارد بترولية محتملة، يعني بصير في عنا أحجام تقريبية للهياكل اللي بتحتوي على مواد هيدروكربونية، لكن ما بنعرف بعد الكميات الموجودة بهالهياكل أو بهالمكامن، لأنه هذا الشيء بده حفر. نرجع مرحلة الاستكشاف، من بعد ما نكون هالمرحلة هالاستطلاع مرحلة واعدة جيوفيزيائيا، بننتقل لمرحلة الاستكشاف اللي هي بين 5 و8 سنين، يعني هيدي معدلات حسب منطقة عم نحفر فيها، إن كان بالبحر أو بالبر. من بعدها في عنا، إذا بدنا نقول، في عنا مساحات جيوفيزيائية متطورة أكثر ثلاثية الأبعاد، في عنا مساحات أخرى ممكن تكون ناخد سامبلز من أرض البحر، ممكن نعمل مساحات جوية وهلوم جرة، كله حسب النتيجة الأولية اللي طلعت بفترة الاستطلاع. بعدين بنحدد المكامن الواعدة ونسب النجاح. هيدي مرحلة مهمة، يعني من وراء الدراسات كلها بصير في عنا خريطة مكامن مع نسب نجاح لكل مكمن، وهذا المكمن هو الهدف الأولي للشركات للتنقيب. يعني بنكون صرنا عم نحكي عن هيكل موجود مسكر من كل الجهات قابل للاستكشاف. أكيد بنوضع برنامج استكشافي لحفر الأبار، وفور حصول اكتشاف تجاري، وهذا الشيء متأمل عنا كمان، بصير في نوع من الانتاج التجريبي ليصير في تحديد أكثر لخصائص هالمكمن الفيزيائية وقدرته على الانتاج والفترة اللي ممكن ينتج منها. وبصير في عنا شيء بنسميه احتياطي ممكن، ومع حفر أبار تقويم أخرى بصير في عنا احتياطي، يعني بين ممكن من possible لprobable محتمل. أوكي؟ يعني بتطور المعرفة نوصل لكميات أدق من ناحية نسبة النجاح. برجع موصل لمرحلة التقويم، من بعد ما يكون صار في اكتشاف تجاري وتحدد بالضبط وين أماكن تواجد هذا البترول، بتم حفر أبار أكثر من بير أو اثنين لرسم حدود هذا المكمن. هي مرحلة التقويم. مرحلة التقويم بيصير في دراسات معمقة أكثر، لأنه صار عندنا معلومات من داخل الأبار. المعلومات قبل حفر الأبار هي من الخارج، معلومات مش كتير دقيقة. المعلومات من داخل الأبار معلومات دقيقة أكثر، وبتدلنا على كل الخصائص الفيزيائية وخصائص الريزرفوار أو المكمن، اللي هي بتساعدنا بعدين لنطور هذا الحقل بطريقة جيدة وننتج منه كامل الكميات اللي بنقدر ناخدها من دون ما نترك كميات كبيرة خسارة داخل الأرض. هون بس نقدر نحدد أحجام البترول ضمن الطبقات الجيولوجية، بنحكي عن احتياطي مثبت. هون صار فينا نقول هذا الاحتياطي المثبت فينا نحتسب قيمته الاقتصادية. يعني هذا المسار والانضباط لازم يكون موجود لنقدر نوصل لهالمرحلة. هلا شو عندنا نحن واقع علمي؟ ما رح طول شرح لانه يمكن بمؤتمرات سابقه حكينا كثير بهالمواضيع هاي، لكن انا بحب اقول اذا شايفين هيدي مساحات زلزليه ثنائيه الابعاد. باختصار البحر اللبناني بمعظمه هذا خط يتكرر، يعني هذا مثل سكانر بشوف باطن الارض. في عنا طبقات، مثلا احنا هون عنا طبقه ملحيه سمكتها حوالي 1500 متر، وطبقات أخرى. بالدراسات اللي صارت وانعملت من 5 سنين لهلأ وأكثر، كل هالمناطق اللي هي ملونة ألوان معينة هي بسموها أفاق أو بسموها هورايزنز. هاي الأفاق هي مناطق درست على كامل البحر اللبناني، الشط، المنطقة البحرية اللبنانية، وتم تحديد أكثر من 63 هدف قابل الاستكشاف بنسب نجاح مقبولة وبعض منها مرتفع جداً. هلا هذا ما يتعلق بالدراسات. هلا كل خط من هول الخطوط بده يعطينا صوره من هالنوع. صار عندنا تغطيه حوالي كل 100 متر اذا بنشوف البحر اللبناني، كل 100 متر عندنا خط من هالخطوط هيدي مع هالمعلومات. هيدي سمحت لنا انه نحن نرسم خريطه شامله للمكامن واعماقها اللي هي قبل الاستكشاف. هالخريطه موجودة يعني عند الهيئة وعند الوزارة،
ونحن عم نطور معرفتنا بعد، لأنه هذا الموضوع ما بيخلص. يعني من بعد ما نكون حددنا الأماكن بدنا نشوف نسب نجاح على كل مكمن قد ايه، ونشوف شو خصائص الفيزيائية تبع هذا المكمن اللي هي بتساعدنا نعرف أكثر كميات المعقولة تكون موجودة مرحلة عليها. يعني باختصار عنا صار قدرة بهالمرحلة هاي، أو عنا إمكانية نرسم هالمكامن هيدي بشكل ثلاثي الأبعاد. أوكي، هاي طبقات الأرض الجيولوجية اللي داخلها حيكون إن شاء الله فيها مواد هيدروكربونية. عم نحكي نحن عن 63 هدف مثل ما حكيت صار معمول عليهم دراسات ومواضيع جاهزة للاستكشاف. هلا كل شركة بتاخد موقع معين، عندها أولوياتها وعندها طريقة شغلها طبيعي تحت أو بالتنسيق مع الهيئة، تنقدر نوصل لأفضل عملية استكشاف من دون ما نكون عم نحفر بأماكن خطأ ونؤدي لنتائج سلبية. مثل ما حكيت قبل، هاي الخريطة اللي بتبين المكامن اللي هي قبل الاستكشاف. عم نحكي نحن بمكامن نسب نجاح عم بتفاوت بين 20 و30 و35%. هيدي نسب عالية نوعا ما للنجاح بالبحر اللبناني، لأنه فيها المسوحات الزلزالية، لأنه صار فيها الدراسات، ولأنه صار فيها الشغل اللي تراكمي عبر السنين من زمان لهلا. صار عنا إمكانية نقول إنه نحن بوضعنا الحالي علميا موجودين بموقع كتير جاذب للشركات، لأنه نسب النجاح عم بتكون 2 و3 مرات أكتر من نقطة الانطلاق لبداية عمل الاستكشاف. الاستكشاف عادة ببلش بنسب بين 10 و15%، نحن نجاح يعني عم بحكي نحن عنا نسب نجاح توصل لل 35%. وهذا الموضوع يعني جزء أساسي من جذب الشركات للاهتمام بالبحر اللبناني. هلأ شو الخلاصات اللي بدنا نحكي فيها؟ يعني شو التيك هوم مسج مثل ما بيقولوا؟ عندنا ضرورة وجود مسار استكشافي متواصل، يعني ضروري نكفي بهالمسار، لأنه الكميات اللي سمعتوا فيها نحكى فيها بالإعلام، نحن هم ما بنعطي أرقام. يعني مثل ما قلنا قبل، نحن بعدنا بمرحلة الموارد المحتملة، نصير باحتياطي مثبت. في عنا مسار طويل بدنا نقوم فيه بشكل منضبط بإنجازات على الصعيد التقني وكمان على الصعيد السياسي. أنا ما بدي أحكي سياسي، لكن في مواكبة بالقرارات اللي بتتاخد لنقدر نوصل هالموضوع لخواتيمه. إذا ما اتاخد قرار رح نضلنا ضمن الدراسات عم نتعلم أكتر ونعرف أكتر أكيد، ورح تفيدنا هالأمور بالمستقبل، لكن نقطة البداية حتكون بالقرار اللي هو لازم يتاخد لنتابع عملية الاستكشاف. هلأ موضوع الدراسات ما بيخلص، يعني لأنه صار عنا معلومات كافية صار فينا نزيد دراسات تراكمية فوق الدراسات الموجودة، وهذه الدراسات حتعطينا معلومات أكتر تقنية وحتأهلنا أن نوصل بمرحلة من المراحل. إذا بتذكروا مراحل الاستكشاف، حتى لو لم نحفر بير حنقدر نوصل نحفر بير على الورق، يعني من دون ما نحفر فعليا. هذا شيء مفيد لأنه بشجع أنه الجهة اللبنانية تبني استراتيجيتها بطريقة أصح وأدق باستخراج الموارد البترولية، والوقت نفسه بتعلي نسبة التنافس مع الشركات، مما بيضمن مصلحة أو مدخول أعلى للدولة اللبنانية، والمنفعة العامة بتكون مصانة بطريقة أفضل. ما بيكون في تفاوض على مواضيع من مستوى منخفض، بتكون مستوى مرتفع لأنه المعرفة صارت أعلى. بعدين بدي أكيد مثل ما قلنا في مواكب للتشريعات، وفي عندنا مرحلة مهمة اللي هي من بعد الاستخراج أو بداية الإنتاج. مثل ما كلنا بنعرف إنه هالموارد هي موارد ناضبة، يعني منا رينيوبل، غير متجددة. الفلسفة اللي بتكون خلف استخراج أو استخدام هالموارد هو تحويلها من موارد ناضبة لموارد مستدامة، حول من خلال تحويلها لمداخيل مادية، هالمداخيل المادية مستثمرة بطريقة تأمن مداخيل مستقبلية من دون ما توصل لمطرح تصير عم تنخفض، أو لا سمح الله تنصرف على أمور ما عندها جدوى المنفعة العامة أو للشعب اللبناني. هذا التحدي كمان كبير، وهذا التحدي كمان بده
لوبي من المجتمع المدني ومن كل الهيئات الاقتصاديه بالمرحله اللي بنوصل لها اللي هي تحويل هالموارد الناضبه لموارد متجدده اقتصاديه. وشكرا.